السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. وما معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم. حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بفضيلتكم شيخ كريم، ونبارك لأخينا محمد الزواج، وأسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ ذرية شيخ الحبيب. آمين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وفرصا نستفيد بهذه الدعوة، وإخواننا وأخواتنا يؤمنوا، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وهي أيضا فرصة أن أشكر كل إخواننا الذين شرفونا بالحضور وكلفوا أنفسهم عناء المجيء على عجل لشهود هذا العقد، ونسأل الله عز وجل أن يديم أفراحنا وأفراح المسلمين، وأن يرفع عن الأمة البلاء والوباء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النفقة شيخي الكريم، متى تبدأ النفقة؟ نفقة الزوج على الزوجة، هل منذ العقد، بداية العقد قبل أن تدخل بيته، أم بعد أن تدخل بيت الزوج شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من الحقوق المادية التي تجب للمرأة على زوجها بالعقد النفقة، حتى وإن كانت في بيت أبيها. نعم، حتى وإن كانت في بيت أبيها يجب عليه أن ينفق عليه. طيب، العرف، عرف الناس أنه تبدأ النفقة من بعد الدخول كما يقولون، أو من وجودها في بيت الزوج، لا بأس. ليه؟ لأن هذا نوع من التعافي بين الناس، يعني الأسرة أسرتها والعروس نفسها، يعني كأنهم عفوا عن هذا الحق وتنازلوا عرفيا عن هذا الحق لصالح الزوج، فجرت عادة الناس وأعرفهم على أنه يبدأ النفقة الفعلية عليها حال وجودها في بيته بعد البناء والدخول. لكن عموما حق النفقة وحق السكنة يثبت لها منذ أن عقد عليها هذا الشاب أو هذا العريس، لأن العقد نكاح في كتاب الله عز وجل. نعم نعم. حق السكنة، كيف له أن يعني أن يأتي لها بسكنة وهي ما زالت معقودا عليها في بيت أبيها شيخي كريم؟ نعم، هي الحقوق حقوق متلازمة. يعني الحقوق المادية، الصداق مقدمه ومؤخره، النفقة، السكنة، هي حقوق متلازمة متضامنة. البداية الفعلية للسكنة حال أن تكون في بيته. لكن افترض جدلا أنه والد العروس يفهم هذه الأمور، ويعني على علم بأن من حق ابنته على زوجها أن يؤمن لها سكنا أو بدل سكن، فطلب بذلك. إن طلب بذلك له ذلك، يعني يجوز لوليها أن يقول يعني أعطني بدل السكنة لها، وأعطني بدل النفقة لها. فإن طلب بذلك فإن الزوج لابد أن يلبي هذه الطلبات. وإن جرت عادة الناس وأعرافهم التعافي في مثل هذه الأمور، يعني التنازل والتيسير في مثل هذه الأمور، واعتبار أن دي حقوق يبدأ تنفيذها من بعد إعلان البناء والدخول، فإن هذا لا بأس به، لأنه من باب الفضل فيما بين الناس، والله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا والله أعلم. نعم شيخ كريم، حدود النفقة
هل تكون في المأكل والمشرب والمسكن على حسب قدرة الزوج أم على حسب المستوى الاجتماعي للزوجة شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء نظروا إلى أن على الزوج أن ينفق على زوجته الكفاية، والكفاية يعني يعتبرونها ما يمثل أو يشابه نفقة المثل. طب نفقة المثل إزاي؟ يعني كيف تقدر نفقة المثل؟ يقولون ننظر لوضع الزوجة الاجتماعي وحالة أسرتها، فإن كانت الزوجة غنية فهو ينفق عليها النفقة التي تماثل أو تشابه الأخرى من بني قومها التي ينفق عليها عند زوج آخر. فلو إنه مثلا أختها أو ابنة عمها أو جارتها أو أي أحد من قريباتها متزوجة والزوج هناك ينفق على صاحبتها 1000، إذن يقولون تقدير نفقة المثل ينفق عليه 1000 كما تنفق على أختها أو على قريبتها المتزوجة في مكان آخر. لكن الإمام أبو حنيفة الحقيقة نظر نظرة أخرى، قال هذه النفقة أي نعم قد تكون الزوجة غنية وصاحبة مال وقد تكون صاحبة مركز اجتماعي ووجهة كبيرة، لكنها رضيت أن تتزوج من هذا الرجل وهو متوسط الحال أو مصنف فقير محدود الدخل، فهي ما دامت رضيت لنفسها أن تتزوج من رجل محدود الدخل أو متوسط الدخل أو حتى فقير، ففي هذه الحالة الواجب عليها أن ترضى بنفقة مثله، مش مثلها، بنفقة مثله، يعني حسب قدرته واستطاعته حسب يسار الزوج، ولينفق ذو سعة من سعته. فالإنسان عند الإمام أبي حنيفة هو المقياس، الزوج حاله من اليسار أو من الإقتار هذا حاله، وبالتالي تراعى أن تكون النفقة في حدود استطاعة الزوج وقدرته. والحقيقة أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة هو الأكثر واقعية وتوافقا مع بقية قواعد الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وربما لو ضغطنا على الزوج وقلنا أنت الآن تنفق 500 لكن مثلها ينفق عليها 1000 فلابد أن تنفق 1000، منين هيجيب؟ وقد يضطره ذلك والعياذ بالله إلى أن يتوسع في جمع المال لا يبالي من حل أو من حرمة، ونكون وضعنا الزوج في أزمة. لكن الإمام أبو حنيفة الحقيقة ما ذهب إليه قول واقعي جدا، هذه غنية لكنها رضيت لنفسها أن تتزوج من رجل محدود الدخل أو فقير، خلاص إذن ترضى بنفقته وترضى بسكناه وترضى بقدراته المادية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نواصل بعد هذا الاتصال، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. صوت بعيد جدا. السلام عليكم. كده انا في مكتبه لقيت فلوس في مكتبه، هل اخدها ولا اديها لصاحبها ولا اعمل ايه؟ حضرتك هاتي السؤال من الاول. انا لو سمحت لقيت فلوس في مكتبه، هل اخدها ولا اديها لصاحبها ولا اعمل ايه؟ في مكتبه؟ لو اكيد صاحبها. انا لقيت فلوس في مكتبه، لو اديتها لصاحب المكتبه هياخدها مش هيديها للراجل اللي وقعت منه او اللي حد وقع منه، هل احطها في جامع ولا اخدها ولا اعمل ايه؟ وهل دعوة المرأة الحلوة هي بتبلي؟ طب عاودي الاتصال بارك الله فيك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. لو سمحت، هو أنا شفت رؤية إن أنا خلي يعني أنا شو إن أنا عرفت نوع المولود بتاعي واسمه، المفروض أن أنا أسمي بنفس الاسم ولا لا؟ حاضر. وعندي سؤال تاني للشيخ شعبان. الشيخ شعبان اتفضلي. لو سمحت، انا حلمت ان انا خلفت بنت، والبنت دي قالوا لي ان هي انت خلفت البنت ميته، وانا مسكتها في ايدي لقيتها عايشه، ومسكتها في ايدي ولقيتها عايشه، وعفوا يعني لقيتها بتعمل حمام من بقها، وبعدين قلت شوفوا عينيها كده يعني كويسه ولا لا، لان انا عندي بنت عينها تعبانه، فحلمت لنفسي البنت انها برضه لابسه النظاره، هل هو ليه علاقه بالبنت اللي معايا ولا هي لو هي ده ممكن يكون انا لو خلفت تاني هتبقى برضه عينها تعبانه؟
وشكرا. ربنا يعافيها يا رب. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ طيب نعاود الاتصال. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شيخي الكريم، هل هذا طبعا بعد العقد يكون عنده البناء وعنده أولاد، ويعني لو الزوج بخيل على زوجته في النفقة، فهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالمعروف شيخي كريم، دون أن يكون هناك حسابات شخصية؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ومش بالضرورة أن تكون هناك أولاد أو أن يكون معها أولاد، لكن افترض جدلا أنها زوجة نعم. ولم تنجب بعد، وزوجها فقير، زوجها شحيح بخيل، ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام لامرأة أبي سفيان لما سألته في هذا الأمر، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن أهل العلم يقولون إن هذا محفوف بمحاذير، متى تأخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها إذا كان الزوج لا ينفق النفقة الضرورية، يعني إذا كان مقصر في توفير الطعام الضروري، مش التوسع في الطعام والشراب، إذا كان مقصر في الملابس الضرورية، مش مجرد تغيير الملابس، ولا في العيد عايزين طقم وفي العيد التاني طقم وفي عشان مناسبة أختها طقم، لا، الملابس الضرورية، يعني لا ما عندهاش لبس خروج وهو مقصر في هذا، لا يأتي لها بعباءة وملحفة الخروج، في هذه الحالة دي ضرورة تأخذ. أو إذا كان مقصر في تأمين الدواء الضروري اللازم لها، يعني مش مجرد أن هي بتاخد شوية مقويات وفيتامينات والكلام ده كما هو الحال، إنما ده علاج ضروري، ففي هذه الحالة إذا لم يأتي به لبخله وشحه فهذه ضرورة وحاجة يجوز معها أن تأخذ من مال الزوج لتأمين العيش الضروري، مش العيش يعني الطعام، يعني الأكل والشرب الضروري، تأمين الملابس الضرورية، أيضا توفير الدواء الضروري لهذه الضرورات المهمة. بقي السكنة، هي كده كده سكنة في بيت الزوج، لكن مع الوضع في الاعتبار أنها إذا أخذت بالمعروف، يعني إيه بالمعروف؟ يعني تأخذ النفقة اللازمة التي تسد الحاجة من غير توسع. ولكن السؤال المهم، متى تأخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه؟ إذا غلب على ظنها أن الزوج لا يعرف قدر ماله، يعرفش الفلوس اللي بتجيبه قد إيه، يعني مش هيشك فيها، يعني ليه؟ لأنه لو كان من النوع اللي بيعد فلوسه، ففي هذه الحالة هو عدد 1000 بالليل وجدهم 900 الصبح، طيب ما هو ما فيش إلا أنا وهي، يعني في الحالة دي ستضع نفسها في موضع الشك والريبة، وإن كان هناك أولاد ربما أيضا تضع الأولاد، تتوسع دائرة الشك والريبة في عند الزوج ويشك في الزوجة ويشك في الأولاد، إنما تأخذ إذا غلب على ظنها أن الزوج بيجيب فلوس وحطها خلاص على الكومودينو ولا في الدولاب دون أن يعد ودون أن يعرف لها عددا، في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف دون توسع. لكن لو كان من النوع الآخر فتحذر غاية الحذر، لأن احنا كده سنضع البيت في أزمة وفوق بركان ساخن، إن الزوج يبدأ لا يثق في الزوجة ويشك فيها، ويبدأ أيضا الشك يمتد إلى الأولاد وتكون مفسدة عظيمة. عشان كده أهل العلم يقولون درء المفاسد أولى من جلب المصالح. طب يتعمل إيه؟ طيب ما هو بيعد فمش شاخد وبيجيبش الضروري، أعمل إيه؟ تصبر وتحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، وتجاهد هذا الزوج في المناصحة والتذكير في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة من الكلمة الطيبة والرفق واللين، فعسى الله عز وجل أن يفتح قلبه لهذه النصيحة وتلك التذكرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل يا فندم. أم عمر معاك ومحدش. أم عمر أهلا مرحبا يا أم عمر، تفضلي. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. يا شيخ أحمد معلش أنا مربوكة شوية، بس عايز أقول لحضرتك إن أنا بعز جدا 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 الشيخ سعدان، ربنا يبارك فيه يا رب العالمين، وبقول له إن من خلال القناة إحنا ما كناش هنعرف نوصل لكم ولا هنتعلم العلم ده. ننفع بها وبكم. الله يكرمك ويغفر لنا ويغفر أبدا، أنا بعز جدا جدا، ربنا يبارك فيه. أول سؤال يا أستاذ أحمد، أنا كنت باخد يعني واحدة تدينا درس أخت فاضلة، وبعدين قالت لنا إن الصلاة المرأة في الجامع بتاخد نفس الثواب الراجل في المسجد،
فانا قلت لها الرسول عليه السلام قال ان صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في المسجد هذا. يعني حضرتك انا مش عايزه ايه، انا عارفه ان لا تمنعوا اناء الله مساجد الله وان ثوابنا في البيت افضل، بس انا عايزه اقول لها ايه؟ هي بتقول النساء شقائق الرجال فثوابنا واحد، انا بقول لها لا ثوابنا في البيت افضل والرجال في المسجد افضل، فاقول لها ايه؟ ارد عليها ايه؟ هي بتقول لا احنا الاثنين بناخد زي بعض الثواب، انا عايزه بس حته الثواب، هل ثواب الست والراجل واحد في المسجد؟ واضح السؤال؟ ايه؟ واضح السؤال؟ ربنا يبارك فيك. تاني سؤال، اتفضل. انا بس كنت مرات ابني ما كانتش خلفت وحلمت ان انا جبت بنت حلوه قوي ومعلش جايه يعني زي ما يكون هرضعها، بس ما اخدتش مني حاجه، بس لقيت في ايديا قطعه لبن عامله زي القشطه كده اديتها لها فمصتها، بس الشيخ شعبان يقول لي يا ريت تفسيره ايه؟ وجزاها الله كل خير. كان عندي سؤال ثالث بس نسيته خالص، ربنا يبارك فيك. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. ممكن اقول سؤال بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. نعم. السؤال. هو حضرتك معايا؟ مع حضرتك يا فندم، الله يرضى عنك، اتفضلي. طيب بص حضرتك، انا من فتره كده في مشاكل شويه وجيت يعني انا بقرا قران والحمد لله، فبعدين سمعت في التلفزيون او شفت في التلفزيون اني لو بخرت بمجموعه لبان وكده الطاقه السلبيه هتطلع من البيت، فعملت كده بالفعل. فما عملت كده لقيت بنتي بتقول يا ماما انا مخنوقه وشم ريحه كاني ريحه خروف وكده بيتذبح وانا بتخنق من الريحه دي، وايديا كاني فيها كاني ماسكه جمره نار بايديا. فالموضوع ده قلقني وخوفني عليها وانا مش عارفه اعمل ايه، وخايفه لا اتجه اتجاهات يعني لحد او كده. حضرتك عارف ان الحاجات دي يعني بيبقى سكاكها ملهاش نهايه يعني، فانا واضح الكلام. مساله الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه والكلام ده شيخنا يجيبك عن مدى صحته. خصوصا ان انا ليا ابني تاني وكده في الثانويه، يعني كان من الاوائل حضرتك ما بقاش يذاكر وما بيروحش دروس ولا اي حاجه، وانا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. ربنا يهدهم. مع السلامه. وعليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. معنا اتصال، حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. استاذ احمد لو سمحت، ازي حضرتك؟ في نعم والله الحمد لله، اتفضل يا فندم. الله يخليك. بص يا استاذ احمد، حضرتك معايا؟ مع حضرتك بس وطي التلفزيون من فضلك. ماشي يا فندم. معلش يا استاذ احمد، بقول لحضرتك في يعني واحد يعني اخو جوزه كده يقابل الناس كويس جدا قدامهم ويجي من وراهم يخطبهم ويتكلم عليهم كلام وحش، ويتكلم يعني شوف حضرتك تقول ملاك، ويجي من وراهم يتكلم كلام الله اعلم يعني ياكل في اعراض كمان. معلش ده سؤال. سؤال تاني، انا كنت متجوزه وجوزي توفى وكده وكان مريض، فانا كنت ببقى بعد عنه يعني كده من ناحيه السجاير وكده، فما كنتش بنام معاه كتير يعني في الاوضه كتير، بنام في اوضه تانيه. فانا مش عارفه هو جه مات، حتى لما جه مات معلش كان في مشاكل في البيت وكده، فانا دعيت عليه ونفس الدعوه هو اللي مات بيها، حتى انا قلت له روح اللي هي تروح ما ترجع ويجيني خبرك من على القهوه. وفعلا طلع من بره بنفس اليوم اللي انا دعيت فيه بعدها بيوم، كان قدام امه وقالوا دعيت عليه قدامهم كلهم، وطلع فعلا من بره وطلع من على المستشفى على التراب، وهو كان طيب على فكره بس كان بيسمع كلامهم. فانا مش عارفه انا اعمل ايه، ذنبي ايه؟ انا بقاله 10 سنين متوفى وانا وسايب 7 عيال الحمد لله، يعني الحمد لله. بس انا عايزه يعني متضايقه شويه من النقطه دي. الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، ما صحه حديث ايما امراه طلبت الطلاق من زوجها من غير باس لا تشم رائحه الجنه، فيما معنى الحديث؟ نعم شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحديث من ناحيه الصناعه الحديثيه متكلم فيه من قبل بعض العلماء في اسناده، لكن هو بجملة يعني طرقه وشواهده حسنه غير واحد من المتقدمين. فأنا أذكر أن الحافظ العراقي حسنه عليه رحمة الله تعالى، وأذكر أن الحافظ الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر رحمه الله استشهد بالحديث مما يعني أنه ثابت عنده،
ففي الجملة الحديث عندي فيما أعلم ثابت، وهو يعني يرد في باب التحذير للمرأة المسلمة أن تبقي على العشرة فيما بينها وبين زوجها مهما كان في حياتها من كدر أو من مشاكل أو شيء من هذا القبيل، ولا تطلب الطلاق إلا بمبرر خطير، يعني إلا عند الضرر المتحقق فعلا الذي لا يطاق مثله من مثلها، في هذه الحالة لا يكون عليها بأس. أما إذا طلبت المرأة الطلاق بينما زوجها لم يقصر في شيء من حقوقها الأدبية ولا من حقوقها المادية، فلا شك أن هذا إهدار لحق البيت ولحق الزواج ولمعنى الزواج في الحقيقة، وتستحق في هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، والحديث مورده مورد الزجر والتشديد والوعيد. لا تشم رائحة الجنة يعني أول الأمر إلا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا بخارج من الملة، ولا نقول كما قالت المعتزلة والخوارج أنه مخلد في النار أبدا، إنما شأنه أنه إن تاب تاب الله عز وجل عليه، أما إن مات ولم نعرف له توبة فإننا نكل أمره إلى الله عز وجل، لما ورد في حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر مجموعة من الكبائر الربا وأكل مال اليتيم والتولي والقذف وغيره، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه أو ستر على نفسه بمعنى لم يقم عليه الحد بطريق أو بآخر، قال فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إن شاء الله أن يعفو عنا أجمعين. أمين يا رب العالمين. أخت المتصلة الأولى في الحلقة وجدت مالا في مكتبة، هل تأخذ المال لنفسها أم تعطيه لصاحب المكتبة وهي لا تدري هل سيوصله لصاحبه أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة أما أن تأخذ المال لنفسها فلا، فهذه لقطة، والواجب علينا في اللقطة ذات القيمة أن نعرفها سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والوسيلة الوحيدة المتاحة للتعريف بهذه اللقطة من أجل أن يأتي إليها صاحبها يوما ما ويأخذها هو أن نتركها في المكان الذي وجدناه فيه، نستأمن عليها صاحب المكتبة ونقول يا صاحب المكتبة هذا مال وجدته هنا في مكتبتك، وغالبا هو وقع من أحد الزبائن أو إحدى الـ يعني المشترين، وبالتالي في هذه الحالة أنت مستأمن على هذا المال، وننصحه ونذكره إن أتى صاحبه وعرفه أو عرف به أن يرده إليه. طيب افرض إن هو لم يفعل هذا، خلاص إثمه حينئذ على نفسه، نحن أدينا ما علينا ألا وهو أننا وضعناها في المكان الذي وجدناها فيه أو قريبا منه، حتى يكون هذا أقرب لظن صاحب المال أن يأتي ليأخذها. أما أن احنا نأخذها فنتحمل أمرها ونتحمل همها ومسؤوليتها إن عاجلا وإن آجلا، فلا أختار هذا القول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. نعم شيخي كريم، هل يجوز صوم يوم الأحد لقضاء يوم كان علي وليس تطوعا؟ هذا سؤال من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم يجوز أن نصوم أي يوم من الأيام إذا كان صيام قضاء، القضاء فرض، أو كان صيام نذر، النذر أيضا فرض أوجبه صاحبه على نفسه، أو كان صيام كفارة من الكفارات، كفارة يمين ولا كفارة ظهار ولا كفارة القتل الخطأ ولا غيره، كل هذه الأنواع من أنواع صيام الفرض، هذا يصام في أي وقت في أي يوم. إنما لو كان نفلا مطلقا ففيه خلاف بين أهل العلم، واحد عايز يتنفل بيوم صيام ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يصوم سواء كان السبت أو الأحد، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كما هو حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم السبت والأحد صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يصوم من الشهر
السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان قلما يفطر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. كل دي صيامات سنن ونوافل وتطوعات كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمتى نمنع التنفل يوم السبت ولا الحد؟ إذا قصد به الإنسان تخصيص هذا اليوم تعظيما تعظيما لهذا اليوم. ده بالعكس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مخالفة غير المسلمين، فهم يتخذون السبت عيدا والآخرون يتخذون الأحد عيدا، فهو يصوم هذين اليومين خلافا لهما عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن تطوع الأحد وحده أو السبت وحده أو الجمعة وحده يستحب أن يأتي بيوم قبله أو يوما أو يوم بعده؟ لا نقول هذا في الأحد، إنما نقول هذا في الجمعة والسبت. الأحد الجمعة والسبت، الجمعة والسبت، عشان ورد الحديث حديث الصماء رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا أن يكون فيما افترض عليكم، يعني إلا في صيام الفرض. نعم. إنما نهى عن التنفل بالصوم يوم السبت، لكن مع ذلك هذا الحديث ما يعني هناك من الأحاديث ما يخالفه، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين لا يصومن أحدكم لا يخصن أحدكم يوم الجمعة بصوم ولا ليلتها بقيام، قال إلا أن يصوم يوما قبلها قبل الجمعة بيوم اللي هو يوم إيه؟ الخميس، أو يوما بعدها اللي هو يوم إيه؟ السبت، أو بيصوم السبت عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أختي تصوم هذا اليوم قضاء عما كان من لا بأس إن شاء الله، لا بأس من ذلك. نعم شيخ كريم، أيضا هل يجوز قول أذكار الصباح الساعة 10 صباحا شيخ كريم لمن نام بعد الفجر ولم يقولها، أم أنه لابد أن يقولها بعد الفجر فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما هو الأذكار نوعين، منها التسبيح، والتسبيح السنة فيه المستحبة أن تكون قبل الشروق وأن تكون قبل الغروب، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ده التسبيح. إنما بقية الأذكار إذا أصبح قال كذا وكذا، وإذا أمسى قال كذا وكذا. أصبح يعني طلع عليه الصبح أشرقت الشمس، أمسى يعني غربت الشمس ودخل عليه الليل، فده الوقت المشروع المستحب. لكن متى استيقظ الإنسان إن ورد عليه تأخر في النوم واستيقظ وقال هذه الأذكار متى استيقظ، في التاسعة ولا في العاشرة؟ فله ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة رأت في المنام نوع المولود واسم المولود، فهل لو رزقت تسميه بما رأته في المنام شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلينا نغلب أن هذه كانت رؤية وليس من الأحلام والكوابيس وغيره، فخلينا نعتبر من باب إحسان الظن أنها رؤية، وبالتالي نقول لها احمد الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. ولا شك أن المرأة إذا رأت في نومها أنها يعني تنجب، ده خير كبير جدا، خاصة إذا رأت أنها تنجب ابنة، وتكون الابنة البنت يعني أول مولود في حقها، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن من يمن المرأة أن تبكر بالإناث قبل الذكور، لأن الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذه بشرة. الأمر الثاني، طب نسمي الاسم اللي احنا شفناه في الرؤية ولا ما نسميش؟ ما دام الاسم حسن ولله الحمد، يعني ليس طيب من الأسماء يعني المكروهة في الشرع كراهة التنزيه أو حتى كراهة التحريم من باب أولى، فما دام الاسم طيبا فلا بأس أن تسمي به هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحلم المزعج اللي هي شافته، لكن أنا هقول السؤال بس، لو هي رأت أن البنت اللي يعني رزقتها في المنام أو رزقت بها في المنام مريضة أو كما وصفت، هل هذا يعني أنها لو رزقت ببنت ستكون مريضة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة اطمئني، فنحن لا نستخرج أحكاما من الرؤى والأحلام،
الرؤى والاحلام دي مجرد اما ان تكون تبشيرا واما ان تكون تحذيرا، هذا ان صدقت الرؤيه. انما لمجرد ان احنا راينا في المنام اصل البنت مثلا عيونها فيها كذا او شيء من هذا القبيل، هل معنى ذلك انه ده هيحصل؟ لا ابدا، ليس هذا معناه انه ده هيحصل. انما نقول يا ربي يعني ارزقنا الذريه الطيبه، هب لي من الصالحين، كما كانت دعوات الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ودائما ما نستبشر في الله خيرا، يعني دائما ما يكون رجاؤنا في الله عز وجل خيرا وكبيرا ومتفائلين، ودعنا من هذا التشاؤم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. شيخي الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله، فكونوا معنا.